حبيب، توكل على الله. تمام، الله يعطيك العافية. كم حسابك يا أخوي؟ خل هالمرة علينا. لا شكرا، الله يخليك، هذا حقك، جزاك الله خير. أجل عطنا 80 ريال. خذ يا أخوي، تستاهل 100 ريال. تصدق غيرك طلب عليها 150 ريال؟ ليش يا أخوي؟ كل العملية وزن، ووزننا لك إياها. شوف أنا أخوك إذا لقيت فيها أي شيء، أي عطل لا سمح الله، عود علي وحنا في الخدمة. يا أخوي دقيقة، أجيبك 20 ريال. لا فداك يا أخوي، الباقي لك يا أخوي. الله يجزاك خير عشان تصليحك. الله يجزاك خير. شكرا، في أمان الله. الله يسلم عمرك. في أمان الله، مع السلامة. ها حسام يا أخي، ما قضيت 20 ساعة في السيارة. لا بخلص إن شاء الله. بشمهندس يا رجال، بلا بشمهندس بلا بقيت. أنا يا دوب مساعد ميكانيكي وتخب علي بعد. صدق وأنت بشمهندس أصلا، أنا آسف. أنت أفضل بشمهندس في المنطقة هذه. قل ما شاء الله لا تنظرنا. شو يعني خايف أهدك يا عم؟ الحمد لله يا حسام. أقول أنا أخوك قبل ما أنسى، خذ هذه 100 ريال حقت السيارة تو طلعت. إذا جاء المعلم تعطيه إياها وتقول له إني اضطريت أمشي، ما بقى على الطيارة إلا ساعتين. أي طبعاً، كلها ساعتين ونصير عريس. عريس مين يا حسام؟ الله يطول لي عمرك. تراها وأنا أخوك مجرد خطوبة، بس ادعي لي، ادعي لي إن الله يوفقني. يا سيدي أنت تلعب دائماً على المضمون، مش هي برضه بنت عمك؟ إلا بنت عمي، بس أنت مثل ما قلت لك ادعي لي، ولا تنسى تقول المعلم، رغم إني قايل له من البارح. أبدخل غير وأروح، فمان لا. بس يمه، تتوقع إن نوى راح توافق؟ هو إيش اللي خليها ما توافق؟ هي يعني بتلقى أحسن من حسن عريس؟ ما هو القصد يمه، بس أنت عارفة بنات هالأيام. إيه، بس حسن يا يمه تتمناها أي بنت. وبعدين يا يمه، انا ما اقول هالكلام علشان حسن ولدي. ليه يا يمه؟ انا ما صدقت على الله ان حسن اخيرا وافق انه يتزوج. يا يمه انا ودي اشوف عياله قبل لا اموت، واللي كبر حسن يا يمه، عياله خلصوا الابتدائي بعد عمر الطويل يمه. وبعدين انت عارفه ان اخوي ما تاخر في موضوع الزواج الا علشان ودي تطمن علينا. صدقتي يا بنتي، حسن يا يمه ما قصر عنكم بشيء، ولا حسسكم ان ابوكم متوفي. واللي سواه حسن يا يمه ما سواه أحد. إي والله يمه، حسن ما قصر معانا، بس أنا خايفة نورة ما راح توافق. وش اللي خليها ما توافق؟ أخوكي ما شاء الله عليه له بعاطل، ولا هنا شي عيبه. يلا يلا بسرعة يا بنتي بسرعة. عافية عافية على حبيبتي، عافية. عجلي يمه عجلي. خلص اسمع، الله يهديك يا اخوي. اللي ابني حلال كلها دقيقتين. وش دقيقتين دقيقتين؟ من الصبح انا قال لك اخوي اخوي. هلا 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 بحبيب قلبي، هلا بنظر عيني. شلونك يمه؟ الله يسلمك ويعافيك. معليش يمه، انا اتعبتكم اليوم معي وشغلتكم. الله يرضى عليك. وش هالكلام يا ولدي؟ هذه ابرك ساعه اشوفك فيها عريس. هو العرس يا بنت الحلال، حنا خلينا نخطط الاول، العرس ريض. طيب قول ان شاء الله. ان شاء الله. اقول ثوبي وينها بتروش واخلص شرعتك وين؟ يلا سويتها معلق هناك. شو يمه شو يمه، يا ربي. ها شلون يعني بيصير فيه جديد؟ اوه زي العاده، الله يريحنا من طبخ هالشغلات. يا ليت يا اخيتي تدخلين المطبخ لو يوم واحد وتطبخي لنا ذيك الطبخه اللي يحبها قلبك. يا سلام، تدري ان انا ما احب الطبخ والنفخ. اي حق لك، عند الشغالتين ولو الشورشورز كان صاروا خمس. شش فكونا من هالكلام الفاضي هذا وقول لي، ولد عمك حسن يوم اتصل فيك ما قال لك وش يبي فيني؟ بصراحه يبه ما قال لي شيء، لكن سالني عنك اذا كنت موجود ولا لا، ويوم درى انك موجود قال اليوم ان شاء الله بجي. غريبه، حتى سنة على غير عادتها اتصلت فيني. يلا عسى خير ان شاء الله. على العموم يا ابني خذ السواق وروح المطار عشان تجيب ابن عمك. ما يحتاج يبه، هو قال انه بيجي في الموزي. بالله مو عيب عليك، عندنا سيارتين عند الباب
وتخلي ولد عمك ياخذ لمزين؟ ايش تبي الجيران يقولون عنه؟ وايش راح يقولون؟ تتكلمون عن حسن وكأنكم تعرفونه اول مره. حسن اذا ما كنتي تعرفينه انا احب اعرفك عليه. حسن ما يحب المظاهر ولا يفكر بالطريقه اللي انت تفكرين فيها، وابوي يعرف هالشيء. صدقت يا ولدي، قديش حاولت معاه وعجزت لما توفى ابوه الله يرحمه، انه يجي جده يشتغل معاي لكن ما رضى. اعرف يبا اعرف، اعرف انه رفض وفضل انه يتعلم ويشتغل ميكانيكي علشان يصرف على امه واخوانه. حقيقه يا ابني انا انبسطت منه كثير لما مديت عليه المساعده ورفض، مش عشان انا ما ابغى اعطيه، لا، حسيت انه يبغى يعتمد على نفسه ويكون نفسه بنفسه. يا جماعه سويتوها مسلسل، اكلوا قبل ما يبرد الاكل. كلو خير ان شاء الله، وانا يبه ان شاء الله بعد ما اتغدى ان شاء الله بتصل فيهم وبعرف منهم رقب الرحله. يلا سموا بسم الله. بسم الله. هذا كل اللي عندي حبيبتي، خليهم عندك، انا عندي فلوس تكفي وزياده، هذول عيدياتك لك انت وبس، خذيها حبيبتي. حسن خذ، ترى ما معي الا هالـ200. ايش بلاكم انتم؟ تقولوا مسوي لي ضمان اجتماعي؟ خذ يا وليدي خذ، هذا من فضل الله ثم من فضلة خيرك، وبعدين يا يمه احنا ما عندنا عزمك. يا يمه الله يطول عمرك، انا لو ما مني كان اخذت منكم. ايش بلاكم الله يهديكم؟ عندي احساس اني بدي اصيح. يمه الله يطول عمرك، انا توني ماخذ راتبي، ولا شلون اسافر وانا ما معي فلوس؟ حتى بغيت اسافر. خذ يمه، باخذ لي 500 ريال، يعني يمكن احتاجه ولا شيء. تفضل يمه، هذه فلوس الشهر. هذا عبد العزيز يمه جاء يبي يوصلني عشان يوفر علي 50 ريال. جزاه الله الف خير. مع السلامه يمه، ادعي لي الله يسلمك. مع السلامه، الله يحفظك. مع السلامه. مع السلامه يا اخوي. مع السلامه حبيبتي. مع السلامه. مع السلامه يا نظر عيوني. وين الشيخ؟ كان عندنا مباراه من الهاره اللي جاء. مباراة يا تركي فيها شموس، الله يهديك يا اخوي. المهم انا اخوك، انا مسافر الجدة، ابيك تنتبه بالبيت، انتبه لخواتك ولا تطلع برا البيت، شوف ولا لا؟ ان شاء الله. ان شاء الله، يلا في امان الله. يلا يا ابو علي. يلا يلا جيت. السلام عليكم. عليكم السلام. معليش يا ابو سعود. تاخرت عليك. اي والله تاخرت علي يا ابو علي. يلا يلا. يا ابن الحلال يلا غسان تغير تهدوبك. من متى لها في جدة؟ والله لها من مبطي، الرجال هناك في السوق وحركته زينة والحمد لله الله معطيه. ايه اجل هذا اللي مخليك تطير عشان تتزوج. بالعكس بالعكس يا ابو سعود، انا لو ابي فلوس كان عمي عطاني بدون ما اتزوج بنته. وش يعني يا ابو علي؟ يعني بيعطيك بهالبساطة؟ لا يا ابن الحلال، مو بكذا. عمي ابن حلال ورجل طيب، ويوم توفى ابوي الله يرحمه عرض علي انه يعطيني فلوس اشتغل فيها او اني اروح عنده في جده واشتغل عنده. يا ابو علي هذه فرصه، بالله عليك هذه فرصه احد يفوتها. يا ابن الحلال لا فرصه ولا شيء. انا يا ابو سعود ما دخلت المعهد الملكي وتعلمت ميكانيكي الا اني ان شاء الله ضامن ان المستقبل قدامي. طيب يا علي، مدام مثل ما تقول عمك ثري، يعني اكيد اكيد تبتصير طلبات بنته اكبر من طاقتك. يا ابن الحلال وكلها على ربك. ايه ونعم بالله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. حبيبي اول ما تجي تتصل علي عشان اجيبك. بس ما ودي اكلف عليك ابو سعود. يا ابن الحلال ما انا كلافه. زين ابو تروح وتجي بالسلامه. في امان الله. طعمك في امان الله. ما دام شيء شكرا. الله يجزاك خير. في امان الله. يلا مع السلامه. شكرا. في امان الله. Thank you.
حضرتك الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واسعد الله مساكم بكل خير. هذه عشان السعوديه رقم 1000 شيء بالنسبة لي في هالدنيا. أنا صحيح يا نورة أحوال مادية مهي بزيادة، لكن أوعدك إني أشتغل ليل ونهار عشان أحقق لك كل اللي تبينه. تعرفي ليش يا نورة؟ أنا أحبك يا نورة. مو أحبك، أنا أموت فيك يا نورة. سيدتي وسادتي، كما تلاحظون لقد جاءت الآن إشارة أحزمة المقاعد. المرجو من حضراتكم التأكد تكون أحزمة المقاعد مربوطة وطاولات التعامد والمقاعد وضع الطبيعة ورأسي، وذلك استعدادا للهبوط مشيئة الله تعالى في مطار الملك عبد العزيز الدولي جدة. الحمد لله على السلامة يا أبو علي. الله يسلمكم من كل شر يا أبو خلود. ها أبشر إن شاء الله مشروع جديد. أبشر أجل عزمت تفتح ورشة هنا في جدة؟ لا الحقيقة أبو خلود، المشروع اللي جاي عشانه مو مشروع ورشة. أنا جاي عشان مشروع العمر. إيش تقول؟ اللي سمعته أبو خلود، أنا الحقيقة نويت أكمل نص ديني. ومن هي ساعة الحظ؟ ما أدري أبو خلود، يعني يزعجك إنك تكون خال عيالي وولد عم أبوهم؟ بالعكس يا ابو علي بالعكس، وهذه الساعة المباركة، انا بلقى نسيب احسن منك. الله يبارك فيك ابو خلود. بالبركة. الله يبارك فيك خليك. ماني موافقة. وليه ما انت موافقة؟ حسن وش اللي ناقصة؟ قلت لك ماني موافقة يعني ماني موافقة. عجيبة. عجيبة، كنت متصور انك بتطيرين من الفرحة لما اقول لك ان حسن جاي يخطبك، تقابليني بالعكس. خالد حسن ما يقدر يحقق طموحاتي. طموحاتك؟ وش طموحاتك يوم طموحات؟ اي طموحاتي. حسن على قد حاله، وبعدين مسؤول عن هلا، يعني ما راح يسوي لنفسه شيء. هذا كوم، وكونه يشتغل ميكانيكي هذا شيء ثاني. تخيل داخل علي البيت وهدومه كلها زيت. شكله فظيع مره. انت من جدك هالكلام؟ ومن متى انا امزح في مواضيع مثل هذه؟ يا اخوي انت عارف اني عايشه في عز ونغنغه، وبعدين ابوي مو مقصر علي بشيء. ليه؟ ومن اللي قال لك ان ابوي بيتخلى عنك؟ يا سلام، يعني اكون متزوجه رجال طول وعرض واخلي ابوي يتصدق علي؟ والمشكله مو كذا يا اخوي خالد، المشكله اكبر من كذا. تخيل كل صديقاتي اللي اقل مني مستوى، اللي تتزوج دكتور واللي مهندس واللي رجل اعمال، وانا نوره تتزوج ميكانيكي. غريبه يا نوره، ما كنت اتوقع انك تفكرين بهالطريقه. كنت اتوقع انك تفكرين بطريقه افضل من كذا بكثير. وش فيه الميكانيكي؟ قلي لي وش فيه؟ عمر المهنة الشريفة ما كانت عار ولا عيب. المهم يا أخوي، أنا ميكانيكي ما أتزوج، حتى لو كان حسن. أنا ما أنكر أني أعز حسن وأميل له، لكن لما كبرت عرفت أنه ما يناسبني، وبعدين أنا قلت لأبوي ردي. عموماً يا نورة، أنا أفضل أنك ما تستعجلين باتخاذ قرارك، وتحطي باعتبارك أن حسن ولد عمك وشريك. وأنا في نفس الوقت لو سألتيني من أفضل، قلت لك أفضل حسن على أي مخلوق في الدنيا، وأبوي أكيد عنده نفس الشعور. هاي أخي، أبغاك تفكرين وتعيدين النظر زين، وأنا بروح لهم الحين وأقول لهم نورة إن شاء الله تقدر. بصراحة يا عم، يعني ماني قادر أستوعب اللي تقصده. شوف يا ابني حسن، أبيك تعرف حاجة واحدة، إن الزواج قسم النصيب، وإذا لغة مكتوبة لك راح تتزوجها يعني تتزوجها. يعني يا عم أفهم من كلامك إن نورة رفضتني؟ أفا عليك يا أبو علي، أفا عليك، نورة بتلقى أحسن منك. شكرا يا خالد. الحقيقة يا عم، أنا كنت جاي ومتوقع إني أحدد موعد العرس، لكن ما أدري. على كل حال يا عمي،
جواب نور الأخير. عن إذنكم شوي. أبو علي، أبو علي، ما يصير إلا الخير. هون هون وما يصير إلا كل خير يا جماعة. أنا قلت لهم رأيي ومعتبرتها الأول والأخير. وبعدين يا موضي ماني متخيلة أتزوج واحد ميكانيكي. إيه عشان أكون عرضة للتريقة عندكم. سمعيني، ما بي أحد من البنات يعرف بالخبر. من زين؟ أقول لك كلمك بعدين. يلا مع السلامة. هنورة. يبا أنا ودي تقدر وجهة نظري. ما في داعي تبررين موقفك، وأنا لا يمكن أفرض عليك شيء. يبا أنا ما أبغاك تزعل مني. أنا ما أزعل منك يا بنتي، ولا يمكن أفرض عليك شيء ما تبينه. بس أنا كأب لازم أوجهك للطريق الصحيح. بس يبا أنا ما غلطت يوم رفضت حسن. يا نورة يا بنتي، أنا ما أقول إنك غلطتي، أنا أقول إنك تسرعتي في الرد على حسن. على العموم أنا ما بلغت حسن بأي شيء، حبيت أعطيك فرصة عشان أشوف رأيك الأخير. يبا أنا ما أنكر إن حسن طيب وممتاز، لكنه ما يصلح يكون زوج لي. غريبة يا بنتي، أنت متناقضة في آرائك يا بابا. شلون حسن ممتاز وشلون حسن ما يصلح للزوج؟ يبا حسن ما يقدر يحقق طموحاتي، انت عارف انه هو على قد حاله. يا بنتي يا نورة، انت متصورة ان كل الناس لازم تكون حالتهم المادية كويسة. غلطانة. انا يوم تزوجت امك ما كنت املك من حطام الدنيا هذه شيء، لين ماتت الله يرحمها، وما مداها تتمتع بالنعيم اللي جاني. لكن طول عمرها ما عمرها يوم من الايام اشتكت من الفقر. ليش ما نمتي لها الحين؟ من يقهر أنام يا بنت وحسن برا البيت. يا سلام عليك يا يمه، كل هالليلة واحدة بيباتها حسن برا وبكرة إن شاء الله راجع. ما أدري يا بنت، أنا قلبي ما هو مطمئن وحس إن أخوك تعبان وفي شيء. تعود من الشيطان يمه، وحسن ما فيه إلا العافية إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله يا بنت. بس يا سناء أنا خايف، خايف إن عمك يرد على حسن رد زعل. لا يا حسن يا ابني، شلون تسافر؟ اولا بكره جمعه، وعاده الجمعه انت ما عندك عمل. صحيح يا عم، بس الحقيقه طال عمرك انا يعني ما تعودت انام برا البيت، والوالده الله يطول عمرها اذا ما صرت بالبيت ما تركت. انت الظاهر تبيني ازعل منك، ولا انك اخذت على خاطرك وزعلت من كلامنا؟ انا يا عم يعني أنا لا يمكن أزعل منك، أنت بمكانة الوالد الله يرحمه. الله يهديك يا حسن، بس الله يهديك. هالحين أنا مخطط نطلع أنا وياك ونتفرج ونشوف جدة وشوارع جدة اللي صارت يا حسن عروسة. بس أنا ما أدري يعني، ما ودي أضيق عليكم. استحي وجهك يا شيخ، وش تضيق علينا فيه؟ بعدين عندك الملحق مفروش ومكيف ومؤثث أحسن أثاث، اجلس فيه خذ راحتك. تضيق علينا يا حسن؟ يا ابني حسن انت عزيز علي، والبيت هذا بيتك. طيب طال عمرك تسمحوا لي اتوضا؟ تفضل يا ابني احنا على وضوء. وصل يا تفضل. تفضل يا حسن. ها يا ابا بشر، وش صار مع نورة؟ انا اقنعتها ان تتروى شوي، وحاس انها بتغير رايها. أنا يبه بصراحة تكلمت معها وحسيت إنها تبي توافق. لو حسن خذ لها فلة وخلها لحالها وغير مهنته الميكانيكية هذه واشتغلها في أي مهنة ثانية. تتوقع إن حسن يوافق يا خالد؟ إذا وافق أنا مستعد أساعده، بس على شرط أسمع الكلام هذا من نورة مباشرة. يا ريت يا ابني تقوم تناديها لي. طيب يبه. نورة؟ نورة
تعال يا ابو يبغث. امر يبا. ما يمر عليك عاد، استريح يا بنتي. الحين صحيح الكلام هذا اللي قاله اخوك خالد انك موافقه على كل الشروط؟ يبا. اسمعي يا نوره يا بنتي، انا ما عندي عزم منك انت واخوك، وانا مستعد اعطيك المبلغ اللي تبونه، المهم تكونوا سعيدين. الله يطول في عمرك يبا. اسمعي يا بنتي، ترى حسن ولد اخوي، يعني ولد عمك، وعز مثل ما عز ولدي، وانا ما عندي مانع اشتري لكم الفيلا، ايش قلتي؟ بس يبا اهم من كذا انه يبطل شغله ميكانيكي هذه. هذا يا بنتي ما اقدر اغصب عليها. على كل حال انا بطلع معها الحين، وانت فاهم على كل شيء، وعلى الله يقتنع. بس يبا ما ابي اسكن في الرياض، ابي اسكن في جده. اسمعي عاد، ترى زودتيها، خله يوافق هالحين على الشرطين اللي قلناها له، بعدين ذيك الساعه يصير خير. يلا بروح، لا تاخر على حسن. شوف يا خالد، سم تروح تتفاهم مع حسن، وانا ما عندي مانع، مستعد اعطيه من الريال لمليون، المهم سعاده اختك نوره. يلا على اذنكم، في امان الله. في امان الله يا ولدي. سمعي يا نوره يا بنتي، انا ما عندي اعز منك انت واخوكي، وبركها من ساعه لما اشوف البيت مليان عيال وانت متزوجه، بس قولي يا رب حسن يوافق على العرض. لا طبعا ما انا موافق. تخيل يا خالد انك تاخذ فلوس من احد كذا بدون اي مقابل. وبعدين يا اخي انا لو ابغى اخذ فلوس من ابوك كان اخذت من زمان وريحت نفسي. يا خالد علي. خالد اسمعني، اصبر الله يخليك، خلنا نكمل. خالد انا بحس بمتعه غريبه بشغلتي هذه، ولو اني انا يعني انا ما احصل مبالغ خياليه. يا ابو علي انت متى ما اخذ من احد غريب؟ لا غريب ولا قريب يا خالد، انا قلت لك انا ما راح اخذ من ابوك ولا من غير ابوك. بس طيب وشلون بتقدر تحقق طلبات نوره؟ يا اخي اذا كانت نوره شاريتني زي ما انا شاريها لزوم تبدا معي من الصفر. اي صفر يا ابن الحلال؟ تخيل انها تبغاك تبطل شغله الميكانيكا هذه. الا هذه يا ابو خلود، انا شغله الميكانيكا ذي لا يمكن ابطلها تحت اي ضغط من الضغوط. نوره من حقها تحلم انها تسوي بيت، بس اني اترك شغلتي هذا لا يمكن يحصل ابدا. انا اتمنى يا حسن ومن كل قلبي ان نوره تكون لك. خالد انت ما ترضى اني اترك اهلي، وبعدين انت تعرف انه اهلي ما لهم معيل غيري بعد الله، وبعدين شغلتي لا يمكن اتركها عشان ارضي نوره، لاني لو ما احب شغلتي كان ما استمريت فيها الى الان. مساء الخير، ممكن أكلم موضي؟ طيب شكرا. ألو، هلا موضي، هلا، شلونك؟ لا الحمد لله بخير، اسمحي لي اتصلت في وقت مو مناسب، بس شو أسوي؟ أنت أقرب إنسان لي. لا ما سافر، راح مع خالد الكورنيش. هذا كل اللي عندي يا خالد، وإذا وافقت نورة أنا مستعد أحطها في عيوني. عز الله أنك ما قصرت يا أبو علي، لكن أنا ما ودي أنك تأخذ الأمور بحساسية وتقبل مساعدة أبوي لك، على الأقل لين توقف على رجليك. خالد أنا تربيت كذا وما عندي استعداد أني أتغير، وبعدين يا خالد بالأصح أنا أقدر أقول لك أني ما عندي استعداد أني أضعف قدام أول مشكلة حقيقية تواجهني في حياتي. ولا تنسى يا خالد ان ابوك ما راح يدوم لي، عشان كذا انا لازم اعتمد على نفسي ولا اعتمد على ابوك. واذا نوره تحب انها تشاركني حياتي من اولها وتواجه معايا كل المصاعب اللي ممكن اواجهها، اهلا وسهلا. على كل يا ابو علي الله يكتب لي فيه الخير، وانا اوعدك اني اكون معك لحظه بلحظه. انت يا ابو علي ما تعرف معزتك عندي. عارف يا خالد، وانا لو ماني حاسس بكذا كان سافرت اول ما عرفت ان نوره متردده. لا وبيك تعرف يا ابو علي انه ابوي شاريك بعد. يا سيدي مهم نوره توافق، بس ارجوك يا ابو خلود ارجو اللي حصل يبقى بيننا حتى نوره تقول رايها الاخير. ترى حسن مو موجود، بس المفروض انه يجي اليوم، بس ما جاء. اجل برجع اذا رجع حسن. خلاص اهلين وسهلين. اهلين. امور؟ ابدا، سيارتي في عطل ودي اصلحها. يا حسام شوف له سيارته. لا لا معليش. خير؟ بروح اذا جاء حسن برجع ان شاء الله. ايه عجبتك يا معلم على حبيبي. شو صح حسام؟
تعرف ما قلت لك قلت لك من امبارح انه سافر على جدة مشانه وراح يرجع يعني يصول اليوم هنا هاي تاني زبونه بيجي ويروح الزباين هذول كأنهم اصحابه يعني بيتعامل معهم كذا فان شاء الله بيجي الحين جاي على خير خير ما يبغى ياكل يمه انا قلت لك يا بنتي من يوم ما كان حسن في جده وانا قلبي ما هو مطمئن يعني الحين ما في البلد الا نوره الف وحده ازين من نوره تتمنى حسن بس يا سناء يا بنتي حسن يبي نوره هاتي هاتي الاكل خلني اوديه له يمكن ربي يهديه حسن خذي يمه تغدى ليش يا ولدي؟ حسن ما علمتنا وش سويت في جدة؟ من البارحة ما طلعت من غرفتك شو قالوا لك؟ بعدين بعدين يا نوره حسن حسن يما ما قلت لي وين رايح؟ أبى أروح المسجد أصلي يما هم نروح للشغل مع السلامة مع السلامة يا ولدي ربي يحفظك الله يهديك يا بنت ما كان في داعي تسألين يعني ما انت شايفة حالته يما عارف وحالته تدل على جوابه لكن ودي عارف بالضبط ايش قالوا له قايل لك تسهم علي عشان اجيب الكمطار يا ابن الحلال رحله جي وقتها متاخر ولا حبيت ازعجك وبشر ان شاء الله كل شيء على ما يرام والله ما هو بالظاهر يا ابو سعود افا وش اللي صاير عاد هذا نصيب انا اخوك على كل حال نشوفك ان شاء الله بعدين ونتكلم فمن له فمن له مع السلامه ابغى اروح عشان ما اتاخر على الشغل ماشي انا بصراحه يا نوره ما لقيت اي مدخل على حسن احس انه مقصر فيه وش تقصد يا خالد؟ أقصد إن طلباتك مهمة منطقية وبعدين بقول لك شيء وبذكرك به إن أحلامك الطاووسية هذه مسيرة يجي يوم من الأيام وتجي على راسك بس يا خالد لا تفاول علي اللي فيني كافيني مو ناقصني زود هو صحيح قلبي يقول إن حسن هو أقرب إنسان لي لكن عقلي يقول لا نورة يا أخيتي يفترض إنك شبعتي من الفلوس وشبعتي من الذهب وبعدين خل أقول لك شيء عمر الفلوس ما كانت سبيل سعادة للإنسان غلطان غلطان يا خالد الفلوس هي اللي تخلي الناس تحترمك هي تسوي لك كل اللي تبيه إذا كان تفكيرك كذا يا نورة فأنت غلطانة في ناس كثير ما عندهم فلوس مبسوطين وفي ناس كثير عندهم فلوس وملايين الدنيا وأبسط الأشياء ما هو قادر ينفذونها ولو ألا يمكن استغنى عن الفلوس معنى كذا أن نقفل موضوع حسن هذا نهائيا ولا عاد نرجع له حسن يا نوره يبغى انسان تفكر فيه حسن يا نوره يبغى انسان توقف معه وانت لا يمكن تكون الانسانه هذه المهم انت متى بتسافر الرياض بكره ان شاء الله وبروح الحين احجز تحجز وين يا ابني وين 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 رايح لا يكون ناوي تسافر ابوك اخر من يعلم انتبه ها الله يسامحك أيوبا أنا ممكن أتصرف أي تصرف بدون ما أقول لك أنا منتظرك علشان أقول لك إن الجامعة في أمريكا أرسلوا لي قبول وأنا إن شاء الله بكرة رايح للرياض علشان أنهي أوراقي من جامعة الملك سعود بشرك الله بالخير يا ولدي بشرك الله بالخير الله يوفقك يا رب يعني يا خالد لازم هالدكتورة طبعا لازم يا نورة وضروري بعد علشان إذا جيت أخطب واحدة مثلك ما تقول لا شش والنهاية معكم ما قلنا نبطل هالموضوع ونسكر مرة واحدة؟ تصدق يوبا خالد دائما يدافع عن حسن وواقف معاه كأنه صاحب العلاقة نورة ما قلنا خلاص بنقفل الموضوع هذا نهائيا وبعدين العلمك أنا بمسك حسن وبقول له يصرف النظر عن الزواج منك نهائيا لا يا خالد وأنا أبوك اترك الموضوع هذا عنك عشان نعطي أختك فرصة أخيرة تحدد رأيها أنا بصراحة يوبا كنت أتمنى الموضوع هذا ينتهي وأنا هنا لكن مش نسوي ربنا يكتب لي فيه الخير إن شاء الله يا خالد يا ابني ألف مرة قايل لك عط أختك فرصة خليها تفكر وبعدين تعالوا
انا بغيت انسى الموضوع اللي جايكم من اجله. خير ان شاء الله. خير ان شاء الله. شوف يا ابني، انا اشتريت لك انت واختك اسهم في شركه في الرياض، الشركه الصناعيه، وهذه اسهم ممتازه وشركه مضمونه. مشكور يبا، والله يطول في عمرك. اروح اجهز شنطه خالد. توكل عليكم. يلا هلا. تعال يا ابني، تعال 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 استلم. سمي بخير ان شاء الله. سمي الله عدوك. شوف يا ابني، هذا الملف اللي فيه الاسهم انا عملت نازل لكم، وفي صوره الحفيظه وفي جميع الاوراق المتعلقه بالاسهم. ابرسلك لرجال في الرياض مدير لاحد البنوك، ان شاء الله انه بيخلص لك جميع المواضيع. الله يجزاك خير يبا، ما شاء الله عليك ما تنسى حد. يا ابني الناس للناس، وهذا الاخ يوسف انسان صديق وقديم وما راح يقصر معك. خذ الملف. الله يجزاك خير يبا، مشكور وما قصرت. يا معلم. ايوه. هذه الطلبات، في اي طلبات ثانيه فوقها؟ حط لنا طقم اصلاح. طقم اصلاح. وحط لنا طقم سيور. طقم سيور. معجل ان شاء الله، بس يمكن امر البيت خمس دقائق معلم، معليش. ها لا تدخل ان شاء الله. ان شاء الله عندنا شغل يا حسن. ان شاء الله في امان الله. مع السلامه. هاي يما، ايش قلتي؟ ما ادري وش اقول لك يا بنتي. يعني في ذمتك يما، عاجبك حال حسن اللي حتى الاكل صار يعافه؟ يعني وانا في ايدي شيء اسويه وما سويته؟ انت فتحي الموضوع وخلي الباقي علي. صعبه يا بنتي صعبه، وخصوصا ان البنت اللي تقولين عليها بنت اخوي، ايش بيقولون الناس؟ ما صدقت على الله ان عمه ما يوافق، راحت زوجته بنت اخوها. وش هالكلام يا يما؟ يعني في ذمتك حصه ما هي بازين 100 مره من نوره؟ على الاقل ما هي متعنطزه وشايفه نفسها. عارفه يا بنتي، بس ما ودي افتح معه الموضوع الحين. المهم لازم نشوف لنا حل، اما حصه ولا تراي بشوف اي صديقه من صديقاتي الا كل واحده فيهم تهبل جمال واخلاق. اصبري على حسن شوي، لان ما نبي نكشف له عن جروحه، لان الى الحين ما ندري ويش اللي حصل بينه وبين عمه. مو هذا اللي ذابحني، ودي ادري بس وش قالوا له هناك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يما. وين تركي فاطمه؟ جوا يا ولدي ذاكرون. انتبهي لهم يا سناء، وانتبهي لنفسك بعد، ترى اختبارات قربت. لا توسع حرس. الله يسلمك. هاي يما احط لك غدا؟ لا لا يما، انا جاي بس اجيب المقاضي لاني بتاخر اليوم في الورشه. الله يهديك ويرضى عليك. خمس دقائق ما هي معطلتك، تغدي يما والله يسهل عليك. يا بنت الحلال يرحم والديك، انا لو اني جايه كان قعدت واكلت، لكن اذا كانك معزمه حطي الغدا باخذه معي. اجل خلاص اصبر، خلني اجهز لك الغدا واخذه معك. الله يعطيك العافيه. اعطيني الاطباق. يلا يما. سناء وراك باخذ المقاضي عن امك. انا ما رحت لاني ودي اسالك عن موضوع، وعجزت القاك واتكلم معك. خير ان شاء الله. حنا اخوان، وانت عودتنا على الصراحه. هذا صحيح، بس وش الموضوع؟ بصراحه حالتك ما هي عجبتني، وودي اعرف وش اللي حصل معك. ما وقته يا سناء. يمه يمه تفضل كبسه من ايد ام حسن، ان شاء الله بس تعجبك وبالهنا والعافيه. الله يعافيك. شكرا. ايش قال لك؟ ما اعطاني جواب. حسن راح له مشوار صغير شي ربع ساعه هيك بكون هان. تحب تستناه استناه. لا لا انا بروح وبخلي السياره عندكم، بس لو سمحت لا يصلح الا حسن. شو فيها هي عشان لا يصلح الا حسن؟ ابدا، بس اذا وصلت سرعتها 120 ترج وتحوص. ترج بنعرفها، بس تحوص شو هي؟ يا اخوي ما قال لك خليني يجي حسن؟ اوكي انا رحت. ترى هذا حسن، جه جه، هذا هو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هاي الأخ وش عندك؟ أبداً، السيارة هي بيها تصليح. يا أخوي أنا أظنك شفتي قبل هالمرة. إي نعم، أنا قد سبق وأن صلحت سيارة أخوي عندكم، وهالمرة بصلح سيارتي. الله يحييك. الله يبارك فيك. سيارك وش فيها؟ أبداً، بس إذا وصلت سرعتها 120 ترج وتحوص. 120؟ إي نعم.
حل. وراك الله يخليك وراك على السرعة. والله عاد أنت خابر هالأيام زمن السرعة. أيوة سبحان السرعة مهيب زينة. تخبر السيارة إذا سرعت فيها ما عاد تقدر تسيطر عليها وأنا أخوك. يا أخوي أنت بتصلح سيارتي ولا تبي تفتح لي محاضرة؟ يا بحلال أنا متأسف. أنا لو ما تهمني مصلحتك ما تكلمت معك. على كل حال أبصلح لك سيارك خلها وبكرة شرط تجي تاخذها. مشكور الله يجزاك خير وما قصرت. فمال فمال أبو. مع السلامة. يلا بابا اكل. لا امي انا كلاس اكل والله. يا رجال بلا كلاس مش متغدى مش بس. شكرا امي انا كلاس اكل. حلال قمت غد وش اللي خلاص؟ انا امي كلاس واكل. بسم الله الرحمن الرحيم. غدا بيت هذا. ما يحتاج. طبخ بيت. يا اخوي ما تبع الجبن تحب الجبن حتى في الغداء. ابى افتح لك ابى افتح لك ما عليك من. زبيه زبيه. صحيح حسن كان بدي احكمه في شغله هيك مهمه ضروريه. ترى زعلان منك كثير. انا زعلان مني؟ خير ان شاء الله. وش اللي صار؟ لا لا ما صار شيء بس انا من ساعه ما جيت من جده وانت شكلك مش عاجبني. ها بالحلال قفل ذا الموضوع الله يرحم والديك. يا اخي ترى انا لو ما بعزك وقدرك كثير ما فتحتش معك هيك موضوع يعني. يا حسام الله يطول لي عمرك تغدى وعين خير واترك من هالموضوع. الله يسلمك. كيف صحتك؟ الله يبارك فيك. ابد والله ما تحاسب. محاسبه في المطار يا مجد. اجي نزل الشنطه يا رفيق. يلا رفيق انت وين بتشيش اول انت قبل كلام؟ هذا 10 شنو 10 ريال؟ هذا خلي يولي انا ما في كفي 10 ريال. 10 ريال بخشيش ما هي عجبتك؟ عز الله انك ما تخاف الله. يا اخوي انتم اللي خربتوهم. هذه تصدق بها احسن. الرجال ظاهر يبي لك 50 ريال. ايوه صديق 50 ريال كويس. 50 ريال كويس؟ افتح افتح الشنطه بس لا اجيبك الشرطه. يلا يلا. لا لا صدق ما في شرطه. ما في شرطه. ما بيحب شرطه. يلا يلا يلا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك حسام. هذا خالد ولد عمي اللي كلمتك عنه. اوه مرحبا حسام. كيف حالك؟ الله يحييك. زميلي في الورشه ومثل اخوي. الله يحييك. كيف حالك يا حسام؟ ان شاء الله بخير. حسام حبيبي تؤمر امر. ابو روح اوصل ولد عمي البيت وعود علي. فمن له. يلا توكل. ما قلت لي ابو خلود عمي شلونه؟ عسى صحته زينه. بخير ويسلم عليك يا ابو علي. و قل لا تستحي. نوره نوره بعد طيبه وتسلم عليك. بس الله يهديك يا خالد يا اخي ورا ما علمت انك جاي كان اطلع المطار واجيبك. الله يطول عمرك يا ابو علي ما تقصر. لكن موضوع سفري للرياض هذا جاء فجاه ما ادري شلون جاء. ارسلوا لي الجامعه انهم بلغوني ان في قبول لي في جامعه في امريكا عشان دكتوراه وجيت عشان اخلص اوراقي الخاصه فيني. يعني تبي تروح قبل خلص اجراءات موضوعنا؟
Thank you.